مش انا نقول لك على راسي ما احتاجش تمشي تسمعوا من بلاصه اخرى ولا كذا دمدوما جال بصح نقول لك الا جيت ندوي قدام خمسه الناس نترعدوا حنا كي كيحمارو فهمتوا ملي كنت صغير كنت رطياب وكذا فهمتي حنا كي حمارو ونترعدوا ونقول لا بلاش ديك البنت لا بلا ما ندوي معاها كذا لا ريلو سا الظرفيه هذا السطر ممكن تبدل شنو درت اخا يسمو في حياتي تلعب هذا هو الخلاصه ديال اش درت في حياتي اش فين وصلت اخا يسمو اليوم تلعب لانك شايف البوتونسييل قداك وانا داير قداك فهمتي ملي كنقسم على راسي كنقول اش داير دابا انت درتي تلعب صاد وحق الله بكل صراحة أنا كنعرف الإنسان تيكون مركز في حاجة واحدة في حياته حاجة واحدة اللي فاش يقدر يركز ويعطي فيها بزاف ممكن يدير بزاف الحوايج ما يقدرش يوصل فيهم كامل يعطي فيها دي شوية ودي شوية ودي شوية أنا كنآمن باللي حاجة واحدة اللي حطيتي فيها راسك يوميا بحال أنا ما عندي حتى شي حاجة عندي الخدمة يقدر نصلى صال ونمشي نخدم يقدر كذا نمشي نخدم ولكن عندي الخدمة لا باينة فيا الخدمة ما عنديش حتى شي حاجة أخرى من غير الخدمة أنا نقول أخاي الواحد من اللي وصل ديك الدرجة ديال يدير وليدات يقابل وليداته فهمتي انفيستي في دوك الوليدات ملي تجيك برو يشريو لك المازيراتي ويشريو لك فيلا ويشريو لك الوالده ما عمر كانت كتسنى لنا فهمتي ما عمر كانت تسنى لنا غادي نشريو لها فيلا فهمتي انا دابا ساكن عند الوالده شريت الفيلا للوالده وساكن عند الوالده مزيان اتس اوكي هاي دابا الفيلا ديال الوالده كتصلح وغادا الوالده ناشطه الوالد اش كان باغي فيرما اش الوالد شنو باغي انت العلم ديال الوالده كنعقل من الناس سميتو تيشوف فيرما عند عباد الله هذاك صاحبي دار فيرما هذاك صاحبي دار فيرما هاك الوالد ديال احسن فيرما شنو خصك خاصني الطاقه الشمسيه سير جيب الطاقه الشمسيه شنو خص كبير ما كرهش شي شركه كبيره تجر لي البير هكا سير جيب هذه اللي قالت صاد انفيستي في ولادك احسن حاجه وحاجه اخرى ماشي تعطيهم راس المال باش يبداو نو انفيستي في ولادك هي سير ميتشل سير علمهم لونجلي سير علمهم لونجلي هذه حاجه مهمه انا من الحوايج اللي نفعوني بزاف هي لونجلي فهمتي لونجلي سمحت لي باش نقرا شي حوايج ما كايناش باللغه العربيه علمهم لونجلي علمهم سام سكيلز فهمتي خليهم يتعلموا خلص فلوس باش يتعلموا شي سكيل ما تعطيهمش فلوس نو 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 ما تعطيهمش فلوس خلص فلوس خليهم يتعلموا شي حاجه كتنفع على حقيقه التاريخ والجغرافيا وبكل صراحه وما نبقاش نجاملك هنايا ما تنفعوا حتى شي حاجه داك التاريخ ديال روسيا ما نافع حتى شي حاجه فهمتي ما عمر وقفت في حياتي اليوميه كنت صايق وقفني شي بوليسي قال لي عرض سميتو ولا دير شي حاجه ولا كذا ولا اسمي ما من التاريخ ما عمر مشيت للبنكه وطلبوا مني شي حاجه من التاريخ ديال ولا يومين هذا في البيزنس ما عمر نفعني التاريخ ديال روسيا مع الامريكان مالك ما عمر شي نفع فهمتي وبالتالي جيت مشيت انفيستي فلوسك ديك الساعه عندك الاولاد عندك انفيستي تعلموا لنا شي حاجه تعلموا واحد السكيل لان اليومين هذا شنو عندي انا عندي الماركتينغ عندي شي حاجه فهمتي نقول لك لدرجه اني نقدر نبيع اي حاجه تعطيني شي عطيني شي حاجه وخليني نكتب لك واحد الباج عليها تقرا ديك لاباج غادي تقتنع غادي تشري فهمتي هادي واحد الحاجه اللي تعلمتها كتسمى الكوبي رايتينغ عندي الماركتينغ عندي السيلز عندي عاوتاني كما كيسميوها شي وحدين كيقول لك سيمو حلايقي اتس اوكي مان شي حاجه زوينه نكون حلايقي لان حلايقي شي حاجه كتعلم ماشي ساهله عشان توقف قدام عباد الله وتدوي وتكون كتقدر تشد التركيز ديالهم ماشي ساهله الصاط راه كتسمى البابليك سبيكين والانفلونس حتى هي شي حاجه اللي كتعلم من احسن ما ممكن تعلم لولادك هي تعلمهم ما يحشموش من عباد الله يدوا معاهم كيفاش يشد الانتباه ديال عباد الله كيفاش يدوي مزيان قدام عباد الله حتى هي شي حاجه فهمتي كتعلم انفيستي في هاد السكيل هادو علم سام سكيلز خلي ولادك انفيستي انهم يتعلموا المبيعات يتعلموا البابليك سبيكين يدوق قدام عباد الله انفلونس كيفاش ياثروا في عباد الله على حقيقه التيم ديالي ماشي تابعيني لاني كنخلصهم نو 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 شحال من واحد تيقول لك صات شحال خصني نخلص التيم باش يتموتيفاو صات كيتموتيفاو في الاول بالفلوس وحق الله من بعد ما كيهمهم الفلوس كيهمهم كيفاش كتجي كتقول لهم الخوت حنايا كدا وصلنا هاد الكول هذا ولكن خصنا نوصلوا ل 5000 اوردر في النهار كما درنا 1000 وبدينا هاد الشركه تجيب 1000 حنا ممكن نديروا 5000 وهاد 5000 ما يمكنش نديروها الا بكم نتوما وخصنا نضاعفوا العدد ديال الموظفين انا بوحدي ومع هذا اللي مكلفه السيده اللي مكلفه بالريسورس ايما ولا الاتش ار ولا الار اش على حسب اللغه ما نقدروش نديروا هادشي محتاجينكم نتوما بلا بكم نتوما ما كنسوا حتى شي حاجه
خصنا نتوما تجيبوا لنا شي ناس بحالكم اللي غادي يقدروا يوليو واحد النار بحالكم باش نوصلوا للتارجت هذا باش الشركه تكبر. بلا بكم حنا ما غادي نديروا حتى شي حاجه. صافي اللي جيت قلت لهم دابا خصنا نكبروا الشركه بغينا نديروا 5000 اوردر كدا. يقول لك الصاط وانا مالي انا ما انت بغيتي دير 5000 اوردر وانا اش كتعاود عليا الصاط. هادو شي سوم سكيلز اللي كنت انت تعلمهم من الواحد تنعقل فهمتي من الحوايج اللي كنقول الحمد لله متميز فيها ورجع للزيرو بالزربه نجيب الفلوس. هي انا كنت من البروميير اني بي تي اس والدوزيام اني بي تي اس متميز في المبيعات فهمتي. كنبيع انا حطيني هي تخر ميزان بيع. نقول لك كاع سميت الاستاذ باقي عاقل والله الا هذه من الحوايج اللي في التاريخ ديال حياتي بقات هكا مسطره فهمتي. ديما كنتفكرها عقل واحد الاستاذ سميتو بن بونا الاخوان اللي قراو في ليسي حسن 2 في مراكش ولا اللي كيقراو في الجامعه. انا كنت قريت في الجامعه وتيقري حتى في البريفي. استاذ بن بونا معروف تبارك الله استاذ ديال البروغراماسيون ديفلوبمون ويب. المهم هذا المسيو بن بونا هذا باقي عقل واحد النار هو عارفني مزيان وقفت عليه في الساحه قلت له قال لي عم درافين وصلتي في البروجي ديالك قلت البروجي ساليتو والبروجي يكون عباره عن واحد ارتيكل قال لي وقال لي وقف صاي وقف انا وليدي عارفك والله الا بحال هكا قال لي انا وليدي عارفك واخا يكون عندك اسوء بروجي بالهضره ديالك غادي تخليه يبان احسن بروجي وانا عارف كتهز حجره من الارض غادي تبيعها ليا صافي يرسكت وتكل على الله وسر الله ين بقى عاقل على فهمتي انا ندير شي هكا فهمتي وكيفني ما خلانيش نسالي الهضره ديالي ونهار سوتنونس كنت كندوي وداك الشيء وبقى عقل انه مبتسم هو فهمتي تيقول انا نقدر نقول داكشي اللي كيدور في راسه والله اعلم من هذيك اللقطه ديال وقاف صافي انا عارف واخا يكون عندك البروجي عيان هادي تبان انت هو احسن بروجي باقي عاقل على هذه اللقطه هادي والجمله ديال انا عارفك ممكن تهز حجره من الارض دابا وتبيعها ليا فهمتي. عقل كنقول دابا راه خونا هذا الاستاذ ديالي مع كل الاحترام اللي كنقول خونا الصاد داكشي هادو الاساتذه ديال كامل كنحترمهم بالمناسبه فهمتي. كنشوف فيه وقت اللي كاع وقت ما درت في السوتنونس كاين بزاف الاساتذه كنشوف هو مبتسم كنقول دابا اش كيقول هو فراس وكيقول دجال من الاخر فهمتي تيقول هذا السطا هذا هو المسيح الدجال اكزاكتلي فهمتي. لان فريمون تيجي احسن نوت من الاخر تيجي احسن نوت ديال في داك السوتنونس وتيجي احسن بروجي ديال المدرسه كنت تيجا ملي كنت كنقرا في الدوزيام اني بي تي اس وفريمون ما كنستاهلش السيطه من الاخر لان طليت على البروجيات ديال صحابي هاربي واري داكشي اللي خدمو كثر مني وداكشي اللي خدمو از فيري ادفانس ولكن خصو واحد المدافاكر كيدوي خصو واحد الدجال يجي لي ديك الصاط واحد جوج ثلاثه كدا خدمنا وهادشي طلب لنا شحال ديال الوقت وكدا وخدمنا على هادي وهادي 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 فار اكزومبل الا كان الاستاذ الفلان جيبش صاحبي داكشي انت حفظتي وسميتو السكريبت كيتبدل على حسب الناس اللي قدامك كلشي هادشي علاش نقول لك انفيستي في ولادك ما تفكرش انت زعما دير الفلوس اوكي انا مزوج عندي ثلاثه الاولاد خايسيمو شنو تنصحني نخدم في الويب صافي ما نخدمش في الويب اسمح لي قلت لك الصات لان تكون انت بحجم الوالد ديالي بما ان عندك جوج ولاد ثلاثه الاولاد ولا ولد تقدر تكون قدك يقدر تكون بحجم الوالد ديالي عندك ثلاثه الاولاد كنحترمك يعني ملي كنقول الصات راه دونت توليكا كنحترمك فهمتي. الا تلاقيت انا في الشارع نبوس لك الراس انا راه ماشي داك الروفيكس انا ما عمرك كنت داك خونا اللي قاصح راسو فهمتي تيدير على عباد الله فهمتي تيطلع للفوق وتيخطب عليهم وتيبان لي بنادم لتحت لا 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 لا, لا. عمرك انت هكا يعني ملي تنقول لك الصات تقبل مني وسمح لي بزاف فهمتي يعني الصات راه انت دونت توليكا قد الوالد وكنحترمك تنقول انا الاخ وسمح لي نقول لك حتى اخ واخا انت بحجم الوالد كنقول سي ميو انفيستي في دوك الاولاد سي ميو تركز في دوك الاولاد لان يقدر دوك الاولاد فهمتي يمشيو يضيعوا بما انت كنتي ملي مع البيزنس تنقول سي ميو انفيستي فيهم شي فلوس مشيو يقراو لونغلي ما تعطيهمش الفلوس اللي كيخرجوا على عباد الله الفلوس هما اللي يديرون علمهم لونغلي حاول تعلمهم الماركتينغ لان انت الماركتينغ مهم انا مشيت بريزونتي بروجي عيان جيت انا النقطه الاولى في المدرسه وجيت احسن بروجي في المؤسسه لاش ماركتينغ تحطني انا واحد فهمتي بزاف الناس واعرين عليا بزاف الناس واعرين فهمتي بزاف الناس واعرين بزاف الناس تيطيروها فهمتي ولكن السطر ما تيعرفش يبين ان شنو عنده تنجي انا اللي حرتوكه كندوز عليه فهمتي صاد فهمتي هي تجي تقول لك سمو حلايقي صاد تعلمت انت تكون حلايقي علاش انت ما تكونش حلايقي دونك الصاد ما فيديكش علاش الصاد علاش دونك انت ملي كتقول سمو حلايقي دونك انت عندك شي حاجه واعره وما عرفتش توصلها وهاديك حلايقه راه هي سميتها البابليك سبيكين ولكن عندنا في المغرب كتسمى حلايقي الصاد راه ما ساهلش تكون حلايقي راه حتى قدام الناس راه
تلعتمش فيك الهضره وتسكت وتحشم وتودو حنا كي حمارو وتخلع حتى انا كنت بالمناسبه بحالكم ما تزيدش انا بحالكم انا راه اكبر الى 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 الى, إلى مشيت عند صحابي اللي قراو معايا الابتدائي والاعدادي وقلت لهم ادخونا هذا كتعرفوا يقول لك اه تمدوم هذا الصاد وتوريهم شي فيديو ديال دابا ولا توريهم انا فشي ايفينمون كندوي قدام 1600 بنادم لك الصاد ما يمكنش هذا راه ماشي هو هذا ما يمكنش اصلا انت اللي حيا بالثلاثه يقول لك الصاد تقول لي لا هذا هو هذا يقول لك الصاد انا ما تبقى تكذب عليا انا كنعرف هذاك خونا الدمدومه مزيان هذاك صاحبي راه الا 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 قال جوج كلمات قدام عباد الله يتخلع ويهرب فهمتش انا نقول لك على راسي ما حتاش تمشي تسمعها من بلاصه اخرى ولا كذا دمدومه ديال بصح نقول لك الا جيت ندوي قدام خمسه الناس نترعدوا حنا كي كيحمارو فهمتش ملي كنت صغير كنت رطياب وكذا فهمتي حنا كيحمارو ونترعدوا ونقول لا بلاش ديك البنت لا بلا ما ندوي معاها كذا لا ريلو سا الظرفيه هذا السطر ممكن تبدل السطر علاه كنقول لك سيميوت انفيستي في ولادك سميت انفيستي في ولادك قليل يجيب التلراسو باي دوي قليل يجيب التلراسو ولكن ولادك باقيين صغار ممكن تبدلهم فهمتي بزاف الناس هادو اللي تيسمعوا لي توفرت لهم فرصه يسمعني غادي يبدل التلراسو الا بغى فهمتي ولادك باقيين صغار انفيستي فيهم والله الا احسن حاجه انفيستي فيهم ندوز لواحد الموضوع اخر طرقت هذا الموضوع هذا ديال انفيستي في ولادك ما تعطيهمش فلوس بليز باش نعاود نركز على هادي ما تعطيهمش فلوس ما عندهم يديروا بفلوس الفلوس كيخرجوا على عباد الله كيخرجوا على الاولاد كيمشيو يستعملوا في شي حاجه ماشي هادي شفت كاع في الحومه ديالنا كاع اللي خدا الفلوس تعلم الكمايات تعلم الحشيش تعلم الشراب تعلم كذا كاع اللي كانوا كاع الاولاد اللي في الحومه ديالنا كانوا عندهم الفلوس بزايد كلشي مشى للدمار الناس اللي ما كانوش كيعطيو فلوس لولادهم هما اللي ولادهم ما مشاوش للمخدرات ولادهم لان تدوك اللي تيبيعوا المخدرات كيتارغيتيو ولاد الناس اللي عندهم الفلوس كيتارغيتيو الولاد اللي عندهم الفلوس اش بغى يدير في واحد بحالي انا فقير وحاقر اش بغى يدير به ما عنده ما يدير به فهمتي داك اللي تيبيع المخدرات ما عنده ما يدير بواحد بحالي انا فهمتي تعطيه با درهم الصباح درهم العشيه ما يضيع عليه وقته فهمتي كيتارغيتي الناس اللي عندهم الفلوس دونك ما تعطيش ولادك الفلوس ولكن انفيستي فيهم يمشيو يقراو لونجلي انفيستي فيهم يمشيو يديروا شي دورات ديال الماركتينغ انفيستي فيهم يمشيو يديروا شي دورات ديال التنميه البشريه انفيستي فيهم يمشيو انفيستي انك تحطهم قدام عباد الله يدوا قدام 100 الناس 200 الناس زعمهم قول له طلع غير خرمز طلع غير ترعد ونزل غير طلع طلع غير قول اي هضره خاويه ونزل تحت لك الفرصه وفر لهم اسميتو ديهم لديزيفينمون اللي تجي يكونوا فيهم بابليك سبيكر يدو قدام عباد الله يدو في اي موضوع يقرا شي نشيد يدير اي حاجه هذا الشيء هو اللي تجي ينفعو في الحياه ديالو في المستقبل انا اليومين هذا كنجيب الفلوس من الماركتينغ اي تخرميزه عطيتي ناجي نبيعها من الاخر وبما اني انا ممكن نبيعها 10 في النهار ولا 20 في النهار ما خصنيش خصني واحد الجيش حاليا الحمد لله عندنا 160 في التيم 26 في الخميساج اكثر من 100 واحد في التايلاند 50 شمن 26 في 50 السطر راه بريسك قربنا ل 200 معلم بريسك قربنا ل 200 50 واحد 50 اصلا الميديا باين كنا دايرينه هنا في المغرب المغاربه لاحظنا واحد اللقطه حتى هي زوينه باش ندوز بالزربه لاحظنا بلي المغاربه كيجي تيتعلم الميديا باين كيتعلم منا فيسبوك وداكشي كيزيد في حاله بحال قلتي لقينا حنا راسنا واحد المدرسه كنعلموا عباد الله وكيزيدوا في حاله بحال حنايا واحد ستيب كيدوزوا منا حمقنا راسنا في الاخر مشينا دحولنا الميديا باين كامل لمصر لان الانسان المصري ماشي هو الانسان المغربي الانسان المصري واحد الانسان تيقلب على اش كنسميوه الامن والامان خويا واعطيني واحد الصالير ونبقى عايش المهم حاليا عندنا 50 ميديا باير في مصر باقي من هذا الاخر العام كنفكروا هادشي كامل يتجيبليكا هنا في خميساج عندنا 26 موظف كنقلبوا تولي 200 ان شاء الله من هنا ماكسيموم شهر 6 ديال العام شيت تولي عندنا 200 واحد هنا في الخميساج التيم ديال الطايلوند فايت ال 100 كنقلبوا فهمتي تنقولوا خاص تفوت ال 1600 لان كنشوف واحد عرفت واحد البوتونسيال في هذا العالم هذا صاحبي عرفت واحد البوتونسيال صاحبي خاص ديبليكيت خاص تعلم ديك اللعبه ديال ما تخدمش بوحدك لحقاش لود اوف ماذر فاكر زواري ولكن بوحدك ما عندك ما تدير انا بوحدي ما كنسوى تبصل انا بزاف ديال الناس معايا فهمتي وبزاف حتى داك خونا اش نقول لك دابا بزاف الناس كتحقر داك صاحبي ناك داك تتحقر دوك الناس اللي تيكونوا خدامين عندها انا دوك 26 اللي هنا في خميسات وحق الله الا كنحترمهم بزاف كاين اللي ما عمر شفت وجهه ما عمر شافني وكذا ورغم ذلك كنحترمهم بزاف فهمتي رغم ان عندهم ماناجر وديما كنوصى عليهم الماناجر ديالهم بليز تهلا فيهم بليز رطي معاهم البال بليز خاصنا باقي نطوروا السكيلز ديالهم في الماركتينغ لحد دابا اتس اوكي دي ار دوين جريت فهمتي في الماركتينغ في السيلز في التليفون دي ار دوين اتس اوكي فهمتي المهم شي صافا ولكن انا باقي تنقول لها خاص
انا كي كنتخايلها كي كنتخايل الشركه في الفيوتشر, كي كنتخايل الشركه ديالنا, كي كيدخل الاوردر, كي كيدخل الاوردر تنشي انت كتكوموندي من شي سيت ديالنا مثلا في تايلون ولا في اي دوله, كتكوموندي بحال هكا بحال داك الفيلم تلخلع, عرفتي داك الفيلم تلخلع ديالك كتطلق التلفازه كتفرج داك الفيلم تلخلع كيصوني التليفون ديالك, هكا كنتخايل الشركه ديالنا معاك حتى مع كيصوني التليفون معاك كتاوردري مع ديك طران طلبتي شي حاجه سواء حوايج سواء ماكينه ديال الحلاقه سواء صباط سواء تلفازه سواء ثلاجه طلبتي شي حاجه عندنا جيتي طلبتي طرق يصوني التليفون ديالك مع ديك يصوني فهمتي مع ديك تيصوني تلقى اللي تخرجات من التليفون تحطات ليه في جيبو فهمتي فريمون هكا كنتخايل تنتخايل كاع الشركه عندنا من الميديا بايرز منشورين في الانترنت فهمتي الماركتينغ يمينا وشمالا حاليا خدامين مع سناب شات يوتيوب فيسبوك ادز انستغرام تويتر بينتريست كاع اي سيت ديال الاخبار تتعرفوا الادز ديالنا فيه فهمتي سورتو الطايرون غرقناها مزيان وباقي تنقول لك راه خاصنا تما واحد الالف خاصنا تما واحد 1600 موظف ان شاء الله فهمتي يعني تتشوف باللي راه باقي ما درنا حتى شي حاجه غير مو باقي ما درنا حتى شي حاجه الحقيقه فهمتي تلعبه شنو درتي اخا يسمو في حياتك تلعبه هذا هو الخلاصه ديال اش درت في حياتي اش فين وصلت اخا يسمو اليوم تلعبه لانك شايف البوتونسييل قداك وانا داير قداك فهمتي ملي كنقسم على راسي كنقول اش داير دابا انت درتي تلعب اوكي تنقول شنو درت حاجه وحده عندي علاقه زوينه طوب هادي اللي عندي عندي واحد الشخص اللي فهمتي قليل فين المهم تاو بلاش ما ندوي عليه فهمتي على حقاش اللايفات تي تفرج فيهم شحال من واحد كاين الكومبيتيتورز يقدر يكون كيتفرجوا في اللايف تبارك الله عليكم الاخوان وبالتوفيق لكم الله يسعدكم ويسعدنا وتبارك الله عليكم.